نكمل مع بعض كده الأسئلة. وصلنا للسؤال رقم 81. بيقول لك ايه بقى؟ جايب لك كده الأدرس بوك اللي هو العناوين اللي عندك أو الإيميلات اللي عندك متضيفة. بيقول لك اد إريك لامبرت، يعني اضيف الشخص اللي اسمه إريك لامبرت اللي هو ده يا جماعة اللي هو ده ماشي، تو ذا سيلز جروب، للسيلز الجروب دوت ان ذيس أدرس بوك. تعمل ايه في الكلام ده؟ الأول هتروح على تعلم سيلز خلاص، وتروح على بروبرتس، يبقى تعلم على سيلز، وتروح على الخاص بتاعتها. تعلم على سيلز وتروح على خلاص، جاب لك سيلز بروبرتس تمام. جروب نيم سيلز. انت بقى عايز تضيف الشخص اللي هو اسمه اريك لامبرت لها، فبتيجي كده على سيلكت ممبرز، اختيار الاعضاء ماشي، بتلاقي هنا كل الاسامي، فتلاقي اريك لامبرت فتختاره كده وتقول له سيلكت، او بتقول سيلكت بينتقل من هنا لهنا تمام، او بينتقل نسخه من هنا لهنا يعني. بعد ما ينتقل هنا تقول له ايه اوكي، يبقى كده اضيف لايه للقائمه اللي انت عايزها. السؤال بعد كده بيقول لك display the message from، اعرض الرساله اللي جايه من سلينا كايل اللي هي يا جماعه اللي هي التالته ديت in the preview pane. فين يا جماعه البريفيو بين دي، او اللي هي نفس العرض اللي هي تحت دي، انت بتك على او بتعمل كليك على الرساله بتلاقيها تحت. فانت بقى مجرد بس انك انت هتروح على اللي هي كايل سينا، تعمل كليك شمال، او تعمل كليك شمال كده بتلاقي العرض او البريفيو جه ايه جه تحت بس كده. السؤال بعد كده بيقول لك كليك ذا اوبشن، اعمل كليك على الاوبشن الاختيار ذات وود داونلود اللي هيخليك تعمل داونلود، تحمل ذا سيلكتد فايل الملف المختار with the least risk of virus infection، بأقل خطورة من إصابة بالعدوى. هل بقى تسيب، هل اوبن ولا تسيبه ولا كانسل ولا ايه؟ طبعا اوبن يبقى انت كده فتحت عليك باب جهنم من الاخر يعني، لان لو في فيروس هينتقل على طول ليك مباشره. لكن انت الاول تسيبه، وبعد ما تسيبه تعمل له ايه اسكان تمام، هو بيتسيف اصلا بيتعمل له سكان اوتوماتيك لو انت عندك ايه انت فيروس. فبقى بتيجي على ايه على الامر ده كده سيف. طيب السؤال التاني مكرر بقى، بيديك برضو الحاجات ديت اللي هي ات وكمباني ديبارتمنت الحاجات دي. بص كده، ات طبعا اللي هي العلامه بتاعت ات دي خدناها قبل كده، كمباني ديبارتمنت ده قسم في شركه، يديك اكونت، يديك سيلز، يديك الحاجات دي كلها، دي اقسام في شركه. يوزر نيم اي اسم، بيسمس احمد اي حاجه. الكونتري دومين اتفقنا ان هو بيكون من حرفين اي جي اللي هو اختصار ايجيبت، اس اي اللي هي السعوديه عربيه، يو كي اللي هي يونايتد كينجدوم المملكه المتحده تمام. الدومين نيم اي اسم عادي بس هو راي فول ستوب او راي نقطه تمام. السؤال اللي بعد كده جايب لك برضو الانبوكس بتاع الاوتلوك، عايز ايه بقى؟ بيقول لك سورت ذا انبوكس مسجز، اعمل فرز للرسائل ديت باي سندر، يعني عايز يعملها فرز باي سندر بواسطه الرسل. فبتيجي انت على قائمه فيو خلاص، تيجي على قائمه فيو كده وتختار امر سورت باي، وتقول له سورت باي ايه اللي هي سورت باي فورم، فروم اللي هو فروم يا جماعه من الراسل خلاص، مش من تو دي المرسل، يبقى انت تختار ايه فروم. كانت في فيرجن قبل كده تختار كده يقول لك ايه سنت، يعني تلاقي كده في ايه السند مين اللي مرسل، ما اتش سنت يبقى فروم. السؤال اللي بعد كده بيقول لك برضو مديك برضو الانبوكس بتاع الاوتلوك، وبيقول لك موف ذا ديليتد ميل فروم ان الميل اللي هو اتحذف اللي هو جاي من جو ثومسون باك تو ذا انبوكس، يعني في ملف يا جماعه او ايميل اتحذف عايز ارجعه تاني للانبوكس. تعمله ازاي؟ الاول بنروح نعلم على الديليتد ايتمز، نعلم عليها يا جماعه كمان، نيجي نروح نعلم على الديليتد ايتمز، اول ما نعلم عليها بيجي الفايل خلاص، بيجي على الفايل كليك يمين ونقول له موف تو فولدر، وهيروح بقى فولدر ايه اللي هو الانبوكس تمام. بعد كده السؤال ده بيقول لك change the settings of the web browser، غير معدات الويب براوزر so that images will not be displayed، عشان الصور ما تتعرضش. بروح يا جماعه على قائمه تولز ادوات، وبعدين انترنت اوبشنز، وبعدين روح ادفانسد اللي هي متقدمه، وبنيجي هنا كده بص الاوبشن ده اللي هو شو بيكتشرز، بنلغي التيك او العلامه اللي هي جنبه لما كده انشك، بنلغيها ونقول له ايه اوكي، يبقى كده هيعرض التكست من غير ايه من غير صور.
السؤال بعد كده 88 بيقول لك يوز ذا سايت، استخدم هذا الموقع تو ريزيرف سينجل تيكت، عشان خدناها قبل يا جماعه، عشان تقوم بحجز سينجل تيكت تذكره منفرده فور ذا كونسرت، في حفله ان ذا بارك. بتروح طبعا على بوكينجز خلاص، وبتتابع مع الموقع لحد ايه ما تحجز التذكره. هنا بيقول لك ايه، مدي معلم على كده وبيقول لك كوبي ريسلكت التكست، اعمل نسخ للسطر دوت اند بيست ات بيلو ذا لاين، واعمل له بيست تحت اللاين ديتيلز ار از فولوز، اللي هو يا جماعه هو ديتيلز ار از فولوز، عايز يعمل له كوبي من هنا ويعمل له بيست هنا، عادي جدا. تختاره وتروح من قائمه الايديت وتقول له كوبي، وبعد كده بتروح لللاين اللي هو ده كده تقفيه، وتروح من ايه برضه تختار ايه بيست. السؤال بعد كده 90 بيقول لك تشوز اوبشن ذات وود انيبل يو، اختار الاوبشن اللي هيمكنك من انك انت تورن فيروس تشيك، تعمل فحص بالفيروسات بالفيروسات اون فايل على ملف بيفور اوبننج ات، قبل ما تفتحه. فين يا جماعه الاوبشن اللي بيخليك كده انك انت تسيفه الاول، انك انت ما تسيف، لان انت بعد ما تسيفه على الجهاز بتعمله اسكان، ما تبقوش اوبن، لا تختار ايه سيف، اهو كليك اون ايه سيف. السؤال بعد كده بيقول لك which one of the following statements about، اي واحد من الجمل اللي جايه عن الاونلاين كريدت كارد ترانزاكشن، عن اجراءات بطاقه الائتمان، خدناها في الاول ده خالص، عايز جمله هنا صح. سؤال مكرر يا جماعه اهي، اللي هي you should only، اللي هي تالتة you should only enter credit card details، يجب عليك ان تدخل تفاصيل credit card في موقع او in a form secured by digital certificate، لازم يكون الموقع محمي بواسطة توقيع ايه الكتروني. بعد كده بلوك this web has this web page has, hasn't loaded properly، ما اتحملتش كويس، ريلود ذا ويب بيج، اعمل لها اعاده تحميل، يعني ريفريش يعني من الاخر يعني خلاص. لو يا جماعه ريلود يعني بتساوي ريفريش، فبتيجي على العلامه دي كده وتعمل لها كليك ايه شمال. اللي بعد كده بيقول لك which two of these statements، عايز جملتين عن الويب البيزد ايميل، بيتكلم عن البريد الالكتروني وعلاقته بالويب ار ترو. هنا بيقول لك ايه كمبيوترز ان انترنت كافيز، الاجهزه الكمبيوتر اللي موجوده في الانترنت كافيه، طبعا انترنت كمان كافيه اللي هي مقاهي الانترنت، كان بي يوز تو اكسس ويب بيست ميل، طبعا الاجهزه دي بتستخدم في الوصول او للايه للايميلات او في فتح الايميلات. الجمله الثانيه يو كان اوفن اكسس ويب بيست ايميل، ممكن تصل ل او تعمل اكسس على الايميلات from computers in libraries، من الكمبيوترات اللي في المكاتب، لان يا جماعه في المكاتب دي كلها كونكتد تو ذا انترنت، فطالما كونكتد للانترنت تقدر بكل سهوله تدخل على ايه على ايميلك. السؤال اللي بعد كده which two of these statements، اي اتنين من الجمل اللي جايين on the risk of transmitting viruses، جملتين بيتكلموا عن خطورة نقل الفيروسات عبر الإيميلات. أول جملة لك إيه؟ You can set antivirus software، تستطيع أن تعمل سيت أب للأنتي فيروس للبرامج ضد الفيروسات to automatically scan your content arriving on your PC، عشان تعمل هي لوحدها أوتوماتيك تعمل سكان أو فحص لأي محتوى ينزل على إيه؟ على الجهاز بتاعك. تمام؟ الجملة التانية بيقول لك if you open an attachment، لو انت فتحت ملف مرفق with a virus، في فيروس it can mail itself، قلنا قبل كده ممكن يبعت نفسه ل everyone in your address book، لكل واحد له عندك بريد الكتروني في الادرس بوك ايه بتاعك كده. الحمد لله خلصنا النت، وبتوفيق ان شاء الله.